تكلم عن الشعب كأحد أركان الدولة. كم ركن نحن عندنا في الدولة؟ 3 أركان. ما هي هذه الأركان؟ جيد. أولاً الشعب. طيب. في مبحث الشعب، عندما درسنا الشعب، إلى كم قسم يقسم هذا المبحث؟ أو كم عنوان أساسي داخل هذا المبحث؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول مفهوم الشعب. صحيح؟ القسم الثاني أو العنوان الثاني خطأ. نعم، الشعب والأمة. الشعب والأمة. والعنوان الثالث، نعم، الأمة والدولة. إذن عندما ندرس الشعب، الشعب يقسم، أو دراستنا للشعب تقسم من ناحية منهجية إلى ماذا؟ 3 أقسام أو 3 عناوين. أولا نحدد ما هو مفهوم الشعب، ثانيا الشعب والأمة ونميز ما بين الشعب والأمة، ثم نتكلم عن الأمة والدولة لنحدد ماهية الشعب. لما نتكلم عن الأمة والدولة حتى نفهم ما هو طبيعة الشعب وما هو أساس هذا الشعب، هل هو ينتمي إلى أمة معينة أو أنه مجموعة من الأمم. هذه العناوين الثلاثة تتحكم دراسة الشعب. وبالتالي عندما نريد أن نجاوب نضع مفهوم الشعب، الشعب والأمة، الأمة والدولة. ضمن مفهوم الشعب البعض جاوب بأنه هو ماذا؟ هناك عنصرين، عنصر اجتماعي عنصر سياسي. هذا ما أين يأتي في مفهوم الشعب؟ هناك عنوان آخر ضمن مفهوم الشعب، ما هو؟ تكلمنا عن ذلك. غير المفهوم الاجتماعي والمفهوم السياسي، الشعب والسكان. إذن هذا ليس عنوان. بطل يكتب لنا الشعب والسكان. هذا ضمن ماذا؟ مفهوم الشعب. جيد. إذن الجواب يجب أن يأتي مقسماً على مفهوم الشعب الذي من ضمنه الشعب والسكان كمقطع مستقل، ثم الشعب والأمة، ثم الأمة والدولة. طبعاً عندما نريد أن نستعرض موضوع مثل موضوع الشعب كأحد أركان الدولة ونريد أن نفسر هذه المواضيع الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة، علينا أن نلتزم بماذا؟ بالمقدمة الموجودة في بداية المقطع. هكذا يكون الجواب. يعني نفترض أن الدرجة للشعب لهذا السؤال 15 درجة، تقسم 5 مفهوم الشعب بأكمله بما في ذلك المفهوم السياسي، المفهوم الاجتماعي، الشعب والسكان، 5 الشعب والأمة، 5 الأمة والدولة. هذه هي الطريقة لتصحيح الامتحانات، الامتحانات الفصلية أو الامتحانات اليومية التي نقوم بإجرائها، أو امتحان حتى نهاية السنة. ممكن الطالب أثناء الدراسة، أثناء كتابة الإجابة، أن يعتمد هذه الخريطة، يضعها أمامه، يرى هذه العناوين، يقسم دراسته على هذه العناوين حتى ما يصير نوع من الاختلاط عليه أثناء الكتابة. طبعا في إعطاء الدرجة على المعلومات، يعني مثلا هنا نحن وضعنا 5 درجات على مفهوم الشعب والشعب والسكان. هذه ال5 درجات تقسم على ماذا؟ على الأفكار الرئيسية المكتوبة. يعني المفهوم الاجتماعي عليه عدد معين من الدرجات، المفهوم السياسي عليه عدد معين من الدرجات، الشعب والسكان كمقطع مستقل عليه عدد معين من الدرجات. طيب إذا طالب نقل كتب ضمن مفهوم الشعب والشعب والسكان ولم يكتب مثلا المفهوم الاجتماعي، وضعه في الشعب والأمة، يعتبر
خطأ. الدرجة لا تعطى إلا إذا كانت المعلومة في مكانها الصحيح. يعني سرد المعلومات بطريقة غير منهجية لا تعطيك درجات. أصبحت الفكرة واضحة؟ تعلمتم كيف طريقة الامتحان وكيف يكون كيف تكون طريقة الإجابة عليها؟ الدرجات تقسم بهذه الطريقة. طبعا إذا كان هناك مقدمة قد يكون هناك درجة أو اثنين للمقدمة، وباقي الدرجات تقسم بالتساوي على باقي الأقسام وباقي المقاطع. بهذه الطريقة نكتب في الامتحان. كما ذكرت، ممكن لأحد منكم أن يضع هذه الخريطة أمامه على الورقة. أنا كأستاذ إذا رأيت هذه الخريطة أفتهم أن الطالب قد قرأ بطريقة جيدة وهو فاهم لهذا الموضوع. هذا أيضا تساعد الطالب أو تسمح للطالب يعني بأن يأخذ درجات عالية. بعد ما تكتبون هذه الخريطة وهي غير ملزمة، ممكن عندها تضعون العناوين بالتدرج وتبدأون بعملية توسيع هذه العناوين وسرد المعلومات والأمثلة. طيب. الآن رح نتابع دراستنا. في المرة الأخيرة وصلنا إلى أين؟ إلى النظريات. النظريات التيوقراطية ومن ثم النظريات التعاقدية. صحيح؟ لا، الإقليم مشروح عند الجميع. في أشخاص وصلوا على النظرية التعاقدية. صحيح؟ وصلت على النظرية التعاقدية. خطوا النظريات التيوقراطية. خلصوا كامل أركان الدولة. على كل حال، بطريقة سريعة قبل أن ندخل بالنظريات التيوقراطية رح نرجع نعيد فكرة الإقليم، ولكن بطريقة مختصرة أو بطريقة سريعة. أولا، نحن درسنا أن الدولة تشتمل على ثلاثة أقسام أو تتألف من ثلاثة أقسام أو ثلاثة أركان. إن غاب عنها أحد الأركان تزول هذه الدولة. ما هو الركن الأول؟ الشعب. ونحن الآن قد درسنا الشعب بطريقة تفصيلية. الشعب هو ركن أساسي من أركان الدولة، وهم أشخاص متجانسين مع بعضهم البعض، يمتلكون جنسية هذه الدولة ويقيمون على أرض هذه الدولة بطريقة دائمة. يعني الأشخاص الذين يعيشون لعدد معين من السنوات كما البدو الرحل لا يعتبرون من شعب هذا الإقليم إذا كانوا يعيشون على أرض معينة، لأنهم دائما في عملية تنقل. نتيجة أن يكون الشعب جزء من هذه الدولة سوف يحمل ماذا؟ جنسية هذه الدولة. ودرسنا أيضا المقارنة ما بين الشعب والسكان. السكان هم جميع الأشخاص الذين يعيشون على إقليم هذه الدولة، سواء يحملون جنسية هذه الدولة أو لا يحملون جنسية هذه الدولة. ضمن طبعا مفهوم الشعب هناك المفهومين الاجتماعي والسياسي. المفهوم الاجتماعي هو وجود هذا الترابط وهذا الانسجام ما بين أشخاص معينين، ما بين مجموعات بشرية معينة تحمل جنسية هذه الدولة. هذا المفهوم الاجتماعي. المفهوم السياسي أنهم يتمتعون هؤلاء الأشخاص بحقوقهم السياسية. أنتم تعلمون أن ليس كامل أو كافة أبناء هذا الشعب يتمتعون بالحقوق السياسية. أنتم تعلمون أن هناك بعض الدول كانت فقط تعطي هذه الحقوق إلى فئة معينة من الناس. رح نعطي شوية أمثلة على ذلك. في بعض الأحيان كانت الدول ما هو المفهوم السياسي؟ واحد منكم ممكن يعرف ما معنى كلمة المفهوم السياسي؟ ما هي التمتع بهذه الحقوق السياسية؟ ما هي هذه الحقوق؟ لا، الحقوق السياسية تفضل. هي نعم. الحقوق السياسية المشاركة في الجمعيات السياسية التي تقرر
جيد، ولكن حتى نعطيها التعريف الأفضل أو حتى نعطيها مفهومها الأفضل، هو حق المواطن بالمشاركة بالعمل السياسي من حيث الانتخاب ومن حيث الترشح، سواء كانت انتخابات نيابية، سواء كانت انتخابات رئاسية، سواء كانت انتخابات محلية، يعني إدارات مثل المحافظة، مجلس المحافظة، أو في بعض الأحيان البلديات هناك انتخابات. إذن بمقارنة هذين المفهومين، أو قبل أن ندخل بالمقارنة، هذا المفهوم، المفهوم السياسي، أنتم تعلمون أن ليس كافة أبناء هذا الشعب يتمتعون بهذه الحقوق. هناك أشخاص مسقط عنهم الحقوق السياسية نتيجة مثلا ارتكابهم جرائم معينة، أو وصلوا إلى إفلاس معين، يعني أصبحوا مفلسين. أما نتيجة أن هذه الدولة لا تسمح لكامل أبنائها بالمشاركة بالحقوق بالعمل السياسي، أنتم تعلمون سابقا كانت هناك دول تمنع المرأة من حق الترشح أو حتى من حق الانتخاب، إضافة لذلك هناك الأشخاص فاقدي الأهلية، إضافة لذلك هناك الأشخاص من هم دون سن الرشد الذين لا يحق لهم المشاركة في العمل السياسي. هذا هو المفهوم السياسي. عندما نقارن بين المفهوم السياسي والمفهوم الاجتماعي، نرى أن المفهوم الاجتماعي أوسع وأشمل من المفهوم السياسي. لماذا؟ لأنه يضم كامل أبناء هذه الدولة، يعني كافة المجتمع أو كامل المجتمع. أما المفهوم السياسي يأخذ طوائف معينة من هذا المجتمع. طيب، تحدثنا أيضا عن الشعب والسكان. السكان هم الذين يعيشون على هذه الأرض، الشعب هم الذين يمتلكون جنسية هذه الأرض. بمقارنة المفهومين نرى أن السكان أيضا هو أشمل من مفهوم الشعب. لماذا؟ لأنه يضم الشعب إضافة لمن هم أجانب عن هذه الدولة، من هم غرباء عن هذه الدولة، الذين يأتون إما للعمل إما للجوء أو غيرها، يأتون يسكنون لمدة معينة يصبحون من سكان هذه الدولة. هناك أيضا مقارنة بين الشعب من جهة والأمة من جهة أخرى. الأمة هم الأشخاص الذين توجد ما بينهم علاقات معينة أو روابط معينة طبيعية غير قانونية، مثال إما أن ينتسبون إلى عرق معين أو إلى لغة معينة أو إلى دين معين. ممكن واحد يعطيني أمثلة على الأمة بانتسابها إما إلى العرق إما إلى نعم. أي الأمة العربية هي أمة، ولكن هل هي شعب واحد؟ هي مجموعة شعوب. ما هو الرابط ما بين الأمة العربية؟ اللغة. إذن هذا مثال عن وجود أمة معينة، الرابط فيما بينها ماذا؟ اللغة. طيب، هناك أمة معينة يكون الرابط ما بينها ليس اللغة بل الدين، مثال ذلك الأمة الإسلامية، هي أمة تعتبر نفسها أنها أمة معينة ولكن الرابط ما بينها ليس اللغة. بمقارنة الأمة مع الشعب، نرى في بعض الأحيان تكون الأمة أوسع وأشمل من الشعب. في أحيان أخرى تكون لا، إذا كانت الأمة بأكملها تشكل جزءا صغيرا من هذا الشعب، كما إذا كانت أقلية معينة ضمن دولة. هناك دول يوجد بها أقلية معينة، لديهم إما لغة معينة إما دين معين، يعتبرون أنهم أمة مستقلة ولكن هم جزء من هذا الشعب. ففي بعض الأحيان يكون مفهوم الشعب أشمل أوسع، في بعض الأحيان تكون مفهوم الأمة أوسع وأشمل. بمقارنة الأمة والدولة، هناك اختلافات ما بين الأمة والدولة. ممكن واحد يذكر لي أحد هذه الاختلافات؟ أولاً، الدولة هي ذات طبيعة قانونية واجتماعية، والشعب في الدولة من طبيعة قانونية واجتماعية، يرتبطون مع بعضهم فيما بينهم بالتواجد المستمر من ناحية معينة، وأيضا يرتبطون برابطة الجنسية وهي رابطة قانونية. هذا إحدى مظاهر الاختلاف، لأن الأمة لا ترتبط لا بجنسية معينة ولا بتلك الروابط الاجتماعية بأنهم يعيشون على أرض معينة بشكل دائم. أيضا ممكن أن تسبق الدولة وجود الأمة، وممكن في بعض الأحيان الأمة تسبق وجودها وجود الدولة. الآن سوف ننتقل إلى الإقليم.
أنتم تعلمون أن الركن الثاني لوجود الدولة هو أن يكون لها إقليما محددا ومعينا. الإقليم هو جزء من هذه الأرض يعيش عليها أشخاص معينون بشكل دائم يكونون الدولة. وهذا الإقليم قد يكون كبيرا وواسعا أو قد يكون صغيرا. من الناحية القانونية لا يوجد معيارا معينا لاعتبار هذه الأرض كافية لكي تكون إقليما أو لا، بمعنى أن هناك دولا تتألف أو توجد على أرض صغيرة وصغيرة جدا، مثال على ذلك دولة الفاتيكان. هناك دول عديدة، في دولة أندورا، لوكسمبورغ، سلطنة بروناي، أراضي صغيرة جدا. وهناك دول كبيرة وكبيرة جدا من حيث مساحتها، مثال على ذلك الصين، كندا، البرازيل، روسيا إلى آخره. طبعا من الناحية القانونية وضحنا أن اتساع رقعة الأرض أو صغرها لا يؤثر في وجود الدولة، ولكن من الناحية السياسية لو أخذنا بالمفهوم السياسي للدولة، مساحة الأرض كلما كانت كبيرة كلما كان ذلك أفضل للدولة. لماذا؟ لأنه سوف يصبح لديها قوة اقتصادية، سوف تكتسب أراض وسهول تستطيع تستغلها في الزراعة أو بناء المنشآت أو بناء المصانع. اثنين، راح يكون لهذه الدولة أمن غذائي، تعتمد على أمنها الغذائي. رقم ثلاثة هو أنها سوف يصبح لديها أمنا عسكريا. أنتم تعلمون أن الدول الكبيرة أو الواسعة من الصعب اختراقها، من الصعب اقتحامها، من الصعب اجتياحها. من الناحية السياسية تفضل الدولة ذات الإقليم الكبير والواسع. طيب، عندما ندرس الدولة أو ندرس إقليم هذه الدولة، هذا الإقليم ألا يجب أن يكون لديه حدود معينة؟ جيد. إذن من الواجب أن يكون لكل أرض معينة تشكل دولة حدود معينة تقرأ من خلالها الدولة، أو ينظر إلى هذه الحدود من خلال هذه الحدود على وجود الدولة. الحدود بطبيعتها تنقسم إلى قسمين، إما حدود طبيعية وأما حدود اصطناعية. الحدود الطبيعية هي تلك الحدود التي تعتمد على ماذا؟ على التضاريس الجغرافية، تعتمد على المناطق الجغرافية المحددة، بمعنى أن يكون الحد ما بين دولتين معينتين ماذا؟ إما جبلا وإما نهرا وإما بحيرة وإما سهولا وإما صحراء إلى آخره. الحدود الاصطناعية، ما هي الحدود الاصطناعية؟ تفضل. حطب غالبا هذا المجاور، نعم جيد. اذا الحدود الاصطناعيه هي التي يصطنعها الانسان، يضعها الانسان، تبتكرها الدوله او اتفاق دولتين مع بعضهما البعض. هذه الحدود في بعض الاحيان تكون حدود ماذا؟ مرئيه، حدود واضحه. مثال على ذلك جدار برلين الذي قسم ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. في بعض الأحيان بعض الدول تضع أسلاكا معينة لتقسم دولتين بعضهما عن بعض. قد تكون أيضا حدود غير مرئية، يعني حدود وهمية أو الخطوط الوهمية. مثال على ذلك خطوط الطول أو خطوط العرض. تتفق هذه الدولة ودولة أخرى على أن يكون الحد الفاصل ما بين إقليميهما هو ماذا؟ خط طول معين، يحدد هذا الخط، تحدد درجة هذا الخط، أو خط عرض معين. مشتملات هذا الإقليم. نعم تفضل. أولا الإقليم الأرضي والإقليم البحري والإقليم الجوي. صحيح. الإقليم الأرضي هو كافة مساحة هذه الأرض من اليابسة،
يعني كل اليابسة التي تضع الدولة سيطرتها وسيادتها عليه هو يعتبر من أقليم هذه الدولة، من الأقليم الأرضي لهذه الدولة، بما في ذلك باطن الأرض، يعني إلى ما لا نهاية. يعني ذلك أن النفط هو جزء من أقليم الدولة، الدولة تمتلك هذا النفط، المعادن، الآثارات، الآثار الموجودة داخل باطن الأرض أيضا هي من ممتلكات ومن مشتملات هذه الدولة وهي تابعة إلى أقليمها الأرضي. هنا يطرح سؤال، هل يجب أن يكون الإقليم متصلا؟ نعم. في الأقاليم المتصلة جزر مثل ما هو اليابان وإندونيسيا والصين. جيد، راح نتكلم عنه. إذن اليابان مش الصين. إذن ممكن لأقاليم بعض الدول أن تكون متصلة مع بعضها البعض، أي أنها لا تمتلك جزر. مثال على ذلك دولة العراق، إقليمها متصلا مع بعضها البعض، سوريا، الأردن، السعودية إلى آخره. هذه دول كل من هذه الدول أرضه متصلة مع بعضها البعض غير منقسمة. ممكن في بعض الأحيان الدولة تمتلك جزر معينة تكون تابعة لهذه الدولة، مثال على ذلك المملكة المتحدة. في بعض الأحيان ممكن أن يكون كامل إقليم هذه الدولة عبارة عن مجموعة كبيرة أو صغيرة من الجزر المنفصلة بعضها عن البعض. إذن الاتصال ليس شرطا أساسيا لوجود هذه الدولة. إضافة للإقليم الأرضي هناك ماذا؟ الإقليم المائي. الإقليم المائي هو كامل مسطحات المائية الموجودة داخل هذا الإقليم، مثال على ذلك البحيرات والأنهار إلى آخره. يضاف إلى هذه المسطحات المائية البحر الإقليمي. الدولة تمارس سيادتها على بحر أو على جزء من هذا البحر المتصل مع أرضها. يعني عندما نرى دولة معينة لديها شواطئ، الشاطئ جزء من أقليم هذه الدولة، ولكن هنا يطرح سؤال، إلى أي مدى تصل سيادة الدولة أو إلى أي مدى يصل هذا البحر أنه يعتبر من جزء من أقليم هذه الدولة؟ سوف ندرس ذلك إذا كان ثلاثة أميال أو أكثر أو أقل. أولا عندما بدأ الفقه يدرس فكرة الحدود المائية والبحر الإقليمي، كان يأخذ معيارا وهو المعيار الأمن، أن الدولة تحاول من البحار أن تؤمن أمنها الداخلي وأمن اليابسة. وكان في ذلك الوقت الحد الأكبر والأعلى للمدفعية أو للترسانة العسكرية في ذلك الوقت هو للقذيفة، لمدى القذيفة أن يصل إلى 3 أميال. فاعتبروا أن 3 أميال انطلاقا من آخر نقطة في اليابسة باتجاه البحر يعتبر ذلك من البحر الإقليمي أو من الإقليم المائي لهذه الدولة. طبعا أنتم تعلمون أن التطور العسكري والتطور العلمي زاد من مدى القذائف ومن قوة الترسانة العسكرية، وأصبح 3 أميال غير كافية. هناك صواريخ بعيدة المدى، هناك صواريخ باليستية. البعض طور الرقم من 3 أميال إلى 6 أميال، البعض الآخر أخذ ب12 ميلا. اليوم الاعتماد على المعيار الأمني هو أمر غير ملائم، لا يمكن للدولة أن تعتمد عليه أبدا، وأصبحت لكل دولة الحق، أو أصبحت كل دولة تضع من تلقاء نفسها حدودها المائية، أو أفضل من ذلك تضع بحرها الإقليمي، تحدد بحرها الإقليمي وإقليمها المائي. في بعض الأحيان يكون هناك اتفاق ما بين دولتين أو أكثر، ولكن لكل دولة لها معيارها الخاص. إضافة للإقليم المائي هناك لدينا ماذا؟ الإقليم الجوي. ما هو الإقليم الجوي؟ الذي يتمثل في الفضاء، الذي يعني كثير من الإقليمين المائي والأرضي والمائي للدولة دون التقيد في الأصل بارتفاع معين. دون التقيد بارتفاع معين، يعني كامل الطبقات الجوية التي تعلو الإقليم الأرضي والإقليم المائي هو من الإقليم الجوي للدولة، وتمارس عليه الدولة سيادتها.
ولكن هذه الممارسة، ممارسة دولة لسيادتها على هذا الإقليم وهو الإقليم الجوي، يستثنى منه ماذا؟ المرور البريء للطائرات، يعني يحق للطائرات أن تمر وأن تخترق هذه الأجواء لطالما كان مرورها مرورا بريئا، يعني طائرات مدنية، طائرات نقل بضائع، طائرات نقل ركاب إلى آخره. وعادة ما يسوى هذا الأمر بين الدول من خلال معاهدات واتفاقيات، إما تكون ثنائية إما أن تكون جماعية. مثال على ذلك معاهدة شيكاغو لعام 1944. ولكن أيضا لو درسنا هذا الموضوع، أنتم تعلمون أن التطور العلمي وغزو الفضاء والتقنيات المتطورة التي بدأ الإنسان يمتلكها، أصبح من الصعب أن تمارس الدولة سيادتها بطريقة كاملة على كامل إقليمها الجوي. أنتم تعلمون أن المركبات الفضائية عندما تخرج من الأرض تخترق عدد كبير من الأقاليم الجوية للدول. أكثر من ذلك الأقمار الصناعية عندما تقوم بالالتفاف حول الأرض أو ترتكز في منطقة معينة هي تخترق الأقاليم الجوية. أيضا عندما تقوم برصد أحوال جوية أو رصد صور معينة للأرض تستطيع أن تخترق هذا الإقليم ولو هي عن بعد. لذلك الحديث عن سيادة كاملة للدولة على كامل إقليمها الجوي أمر أيضا غير ملائم ولم يعد له فائدة كبيرة وكثيرة. طيب. الآن نحن درسنا ماذا؟ الإقليم، إقليم الدولة كركن من أركان هذه الدولة، الإقليم سواء الإقليم المائي، الإقليم الجوي، الإقليم الأرضي. هنا يطرح سؤال، ما هي طبيعة أو ما هو طبيعة حق الدولة على إقليمها؟ يعني شنو هاي الطبيعة؟ حتى نوضح أكثر من ذلك، هو ليست النظريات بثلاثة أو ليس هذه الحقوق مجتمعة. هناك آراء لدى الفقه، الفقه ينقسم إلى عدة آراء. الرأي الأول يرى أنه هو حق ملكية، حق ملكية أن الدولة تمتلك هذا الإقليم. ولكن لو أتينا ودرسنا هذا الحق بطريقة علمية وموضوعية، إذا كانت الدولة تمتلك هذا الإقليم، ألا يعني أن كامل الممتلكات الموجودة في هذا الإقليم، الممتلكات الأرضية مثلا والعقارات مملوكة للدولة؟ طب الأشخاص لا يمتلكون عقارات، لا يمتلكون أراضي من هذه الدولة، بيوتا مبنية على إقليم هذه الدولة. إذن هذا المعيار يتنافى مع طبيعة، يعني مع حقيقة الأمر، هو معيار قد يكون غير موضوعي. أصحاب هذه النظرية يردون على هذا الانتقاد ويعتبرون أن لا، أن المقصود بحق الملكية أن الدولة تنشر ظلها على هذه الأراضي وهذه الممتلكات، سواء كانت ملكيتها للدولة أو ملكيتها لأفراد وأشخاص عاديين. طبعا هذا الدفاع ليس كافيا، لأن الدولة هي لا تمارس سيادتها، لا تنشر ظلها فقط، إنما هي سلطة سياسية بحد نفسها، هي سلطة. هناك من يعتبر أن لا، حق الدولة هو حق سيادي، أن الدولة تمارس سيادة معينة. ولكن أيضا دراسة هذا الاتجاه يثير بعض النقاط. أولا، الدولة إنما تمارس سيادتها على الأشخاص وليس على الأشياء. السيادة هي سيادة على أشخاص، على أتباع هذه الدولة من الرعاية. أصحاب هذه النظرية أيضا يحاولون الدفاع عن نظريتهم، يرون أن لا، الدولة عندما تمارس سيادتها على أشخاص معينين، الأشخاص هم أرقى مرتبة من الجماد، هم أرقى مرتبة من الإقليم، وبالتالي لطالما الدولة تمارس سيادة على الإنسان فمن باب أولى أن تمارس هذه السيادة على من؟ على الإقليم. والمقصود بذلك أنها تنشر النظام العام وتنشر القوانين على هذا الإقليم. هناك أشخاص يرون أن لا، حق الدولة هو حق عيني نظامي، حق عيني أنه مقصور ومحدد في عين معينة، وهي هذه العين هو إقليم الدولة، وهو حق نظامي بمعنى
أنه يفرض النظام العام في هذه الدولة. هذه النظرية يؤخذ أيضا عليها بأنها نظرية غير كافية، غير متكاملة، نظرية ليس بها نوع أو نوع كبير من الوضوح، يعني القارئ لا يستطيع من خلال هذه النظرية أن يفهم هذا الاتجاه وهذا الرأي بطريقة جيدة. هذه النظريات الثلاثة تحاول أن تفسر طبيعة حق الدولة على أقليمها، وهذه آراء ثلاثة تحترم، تنتقد من بعض الأشخاص. الإنسان له الحق في اعتناق أي واحدة منها بناء على ذاته وبناء على اجتهاده. إضافة إلى الركنين، ركن الشعب وركن الأقليم، هناك ركن ثالث يجب أن يتوافر حتى الدولة تصبح دولة بكامل أركانها، وهو ماذا؟ السلطة السياسية. السلطة السياسية أي أن تكون هناك قوة حاكمة تفرض نظامها، تفرض القوانين. هذه السلطة السياسية يجب أن تكون موجودة على كامل إقليم الأرض حتى يصبح لدينا دولة بمعناها القانوني. طيب، هل يفترض بهذه السلطة السياسية أن تتخذ شكلا معينا؟ يعني هل حتى نعتبر أن هناك سلطة سياسية يجب أن تكون محددة الشكل؟ لا يشترط. يعني ممكن أن تكون الدولة دولة اشتراكية، ممكن تكون دولة رأسمالية، دولة تعتنق الفكر الديني مثل الدول الإسلامية، دولة تعتنق الفكر المدني مثل الدول الأوروبية إلى آخره. طيب، إذا تغير لون الدولة أو تغير شكل النظام السياسي في هذه الدولة، تغير شكل هذا النظام، يعني انتقل من دولة اشتراكية إلى دولة رأسمالية، من دولة دينية إلى دولة علمانية أو مدنية، هل هنا في هذه المرحلة، مرحلة الانتقال، نفتقد لوجود السلطة السياسية؟ الجواب لا. الدول في بعض الأحيان نتيجة انقلاب عسكري معين، نتيجة ثورة معينة، نتيجة ظروف معينة، يبطل العمل بالدستور ونعمل على إنشاء دستور مخالف للدستور القديم. في هذه المرحلة الانتقالية لطالما توجد إدارة معينة تدير شؤون الدولة، حتى ولو كان شكلها السياسي، لونها السياسي غير محدد في هذه الفترة الانتقالية، الدولة ما زالت موجودة والسلطة السياسية ما زالت موجودة، وبالتالي الأركان الثلاثة إذا ما ظلت موجودة الدولة تبقى على حالتها حتى إنشاء دستورا جديدا ونظاما سياسيا جديدا. سؤال يطرح، هل يجب أن يتوفر القبول والرضا عند كامل أبناء هذا الإقليم وشعب هذا الإقليم حتى نعتبر كامل الرضا على النظام السياسي، حتى نعتبر أن هذا النظام موجودا أو هذه السلطة موجودة؟ يعني هل يفترض بنا أنه كامل إقليم هذه الدولة، كامل أبناء إقليم هذه الدولة موافقين على النظام السياسي الموجود أو السلطة السياسية؟ يعتبر قضاء الدستور أن تأسيس أو السلطة يرتبط برضا الأفراد. لا، حقيقة هذا كان رأي لممارسة الديمقراطية أكثر، أنه على كامل أبناء إقليم الدولة أن يكونوا راضين عن هذه السلطة السياسية الموجودة، ولكن في حقيقة الأمر من الناحية القانونية لا يشترط قبول جميع الأفراد وجميع الجماعات الموجودة في هذه الدولة حتى نعتبر أن السلطة السياسية شرعية وقائمة. لطالما هذا النظام فارض سيطرته ولو بالقوة ولو بطريقة جبرية، إذن هذا النظام قائما وهذه السلطة السياسية متوفرة وهذا الركن من أركان الدولة متوافر. رح نعطي أمثلة على ذلك. هناك دول تنشأ وجزء معين من أبناء الشعب لا يعترفون في هذه الدولة، مع أنهم يحملون جنسية هذه الدولة وهم الرعاية هذه الدولة، وهم لا يعترفون بوجود هذه الدولة.
مثال على ذلك الكيان الصهيوني أو ما يعرف بدولة إسرائيل. هناك أشخاص يعيشون في هذا الكيان وبالتالي يعيشون فيما يسمى بدولة إسرائيل وهم لا يعترفون بوجود هذه الدولة. معروف عنهم يسمونهم عرب إسرائيل وهم من الطوائف الإسلامية أو المسيحية أو الدرزية. هم من عرب يعتبرون أن لا الدولة هي يجب أن تكون دولة فلسطين وليس دولة إسرائيل. مع ذلك هم يحملون جنسية هذه الدولة أو هذا الكيان ومع ذلك هم يشاركون في العمل السياسي وهم نواب في مجلس في الكنيسة الإسرائيلية أو أعضاء في الكنيسة وهم في بعض أحيان يصلون إلى مقاعد وزارية وإلى مراتب عليا في الدولة وهم لا يعترفون في وجود هذه الدولة. والأمثلة على ذلك كثيرة يعني خصوصا في الدول التي يوجد بها أشخاص أو فئات معينة تريد الانفصال يريدون أن ينفصلون عن هذه الدولة. هناك في بعض الأحيان أشخاص يعيشون على إقليم معين يريدون أن ينفصلوا عن هذه الدولة عن الدولة الأم. هؤلاء لا يعترفون بالدولة الأم مع ذلك هم يعتبرون من أبناء هذه الدولة. الاعتراف بالدولة نحن درسنا أن في وجود الأركان الثلاثة وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية تنشأ الدولة. طيب هل الاعتراف بالدولة هو شرط أو ركن أساسي من أركان هذه الدولة؟ نعم شرط أساسي لوجود هذه الدولة. نعم جيد. طيب حتى ندرس هذا الموضوع. أولا لطالما الدولة توافرت بأركانها الثلاثة إقليم شعب سلطة سياسية الدولة من الناحية القانونية قد قامت سواء أن اعترف بها أو لم يعترف بها. هناك دول معينة لم يكن دول مجاورة لها لم تكن تعترف بها ولكن يوجد إقليم يوجد سلطة سياسية وهناك أشخاص يعيشون على هذه الأرض إذن الأرض إذن الدولة قد قامت. ويبرر بعض الفقهاء بأن الاعتراف ليس شرطا من شروط وجود الدولة. بماذا؟ بأن الاعتراف هو حالة إقرارية تقر بوجود دولة وليست حالة إنشائية ولطالما كانت حالة تقر بوجود هذه الدولة إذن الدولة كانت قائمة. نحن لا نستطيع أن نكشف عن وجود شيء إلا إذا كان هذا الشيء أصلا موجودا. لا نستطيع أن نقر أو أن نعترف بوجود شيء إلا إذا كان هذا الشيء أصلا موجودا. إذن كيف نحن نعترف بدولة والدولة غير قائمة؟ إذن الدولة يجب أن تكون قائمة ومن ثم يأتي الاعتراف وبالتالي الاعتراف وبالتالي الدولة أو أركان الدولة لا تشتمل على الاعتراف بها اعترف بها أو لم يعترف بها. رح ندرس الآن أصل نشأة الدولة. هناك عدة نظريات فقهية تتحدث عن أصل نشأة الدولة. النظرية الأولى إذن النظرية الأولى هي النظرية الثيوقراطية. هناك ثلاث نظريات: النظرية الثيوقراطية، النظرية التعاقدية، وأخيرا أو ثالثا النظرية الاجتماعية. أولا النظرية الثيوقراطية يعتبرون أن أبناء أو أصحاب النظرية الثيوقراطية أن أصل نشأة الدولة أو سيادة الدولة إنما يعود لله للخالق هو الذي أوجد هذه الدولة والسيادة مستمدة من الله. ولكن في دراسة هذه النظرية هناك ثلاث آراء أو ثلاث فرق وهذه الفرق كل منهم شكل نظرية مستقلة محددة مختلفة عن النظرية الأخرى. أولى هذه النظريات ماذا؟ نعم نظرية التبعية لله للحاكم للحاكم الحق الإلهي المباشر وثم الحق الإلهي غير مباشر. أولا الأولى هي إذن ماذا؟ الطبيعة الإلهية للحاكم. أبناء هذه النظرية
كانوا يرون أن الحاكم هو نفسه الإله وهو نفسه الله. يعني الحاكم هو من طبيعة مختلفة عن طبيعة البشر، وإن كان يشبه البشر من حيث الشكل إلا أنه من جنس آخر ليس من جنس البشر. هو يسمو على البشر، هو الحاكم، هو يمتلك السلطة الدينية إضافة لسلطته السياسية. ضمن هذه النظرية أو بحسب هذه النظرية، على أبناء على الشعب وأبناء هذه الدولة وعلى المجتمع أن يقدم الطاعة والولاء دون أي تذمر ودون أي رفض لكل ما يطلبه الحاكم. على أساس تقديم هذا الولاء هو عمل ديني، وأن الحاكم له الحق حتى في الاستبداد، على أساس أنه هو إلها لا يحاسب على أفعاله. طبعا هذه النظرية أصبحت اليوم غير موجودة، انقرضت هذه النظرية. هذه النظرية كانت موجودة لدى شعوب قديمة وقديمة جدا، نظرا لوجود كان التخلف لديهم وما إلى ذلك. بحسب أيضا أمثلة على هذه النظرية كانت موجودة في مصر الفرعونية. كان الفرعون يمتلك إضافة لسلطته السياسية السلطة الدينية، هو حاكما دينيا يعبد، أراءه أو أحكامه وقراراته واجبة، لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، عليهم فقط على الناس أن يقدموا له الطاعة والولاء. هناك أيضا في التاريخ الحديث يوجد مثل على ذلك، كان في أمبراطورية اليابان، حيث كان الأمبراطور يعتبر أنه هو صاحب السلطة الدينية، وهو الولاء له نوع من العبادة. إلا أن الأمر سرعان ما تغير، نشأ دستور ياباني جديد، واعتبر الأمبراطور الياباني هو حاكما رئيسا رمز الوحدة، إلا أنه ليس ذو صفة دينية وليس إلها. هناك أيضا نظرية الحق الإلهي المباشر. هذه النظرية تعتبر أن الحاكم يستمد سلطته من الله، ولكنه ليس إلها، هو مثله مثل البشر. سادت هذه النظرية في أوروبا في القرن 17 و18، وقد مهد لهذه النظرية الكنيسة، لا سيما الكنيسة في فرنسا، التي مهدت للحاكم بأن تعتبر قراراته قرارات دينية، وأن سلطته مستمدة من الله، وأن مصدر هذه السلطات من الله. وأكثر من تمسك في هذه النظرية في فرنسا كان ملوك فرنسا، الملك لويس 14 ثم لويس 16، كان يعتبرون أن مصدر السلطات لديهم من الله. ثم أتت فيما بعد الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية أتت بمفاهيم وتعاليم جديدة وتعاليم جذرية، غيرت الفكر القانوني، لا سيما القانون الدستوري والقانون الإداري في فرنسا، وبدلت مفهوم مهم أن مصدر السلطات هو الله، ليصبح مصدر السلطات من؟ الشعب. أصبح الشعب هو مصدر السلطات. وبحسب هذه النظرية وجدت الديمقراطية، بأن الإنسان هو يختار من يريد يمثله في السلطة، لا سيما في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية، وهو في بعض الأحيان يختار رئيس الدولة. طبعا هناك أمثلة عديدة على في التاريخ المعاصر. ألمانيا كانت تستند أيضا إلى هذه النظرية في عهد السلطان الأمبراطور أو الملك ويليام غنيوم الثاني، وليس ويليام. هناك نظرية ثالثة، نظرية الحق الإلهي غير المباشر. بحسب هذه النظرية أن الحاكم طبعا من طبيعة بشرية ليس إلها، مصدر سلطته الشعب، ولكن يرون أن الله قد أحدث أحداثا معينة، أحداثا تاريخية سياسية طبيعية معينة، أوصلت هذا الحاكم لسدة الحكم، أوصلت هذا الرئيس إلى الرئاسة، وأصبح هذا الحاكم موجود بأمر من الله، ولكن هذا الأمر كان من خلال
أحداث معينة جرت، مثال على ذلك الانتخابات، أن الله مهد للناس أن ينتخبوا فلان دون فلان ليصل إلى الحكم، وبالتالي الله هو من أوصل فلان للحكم. أو أن قامت هناك ثورة معينة، الله هو الذي مهد لهذه الثورة، هو الذي عبد طريق هذه الثورة وجعل الثورة أن تنتصر، أو حتى إذا كان انقلابا عسكريا، الله هو من أوجد هذا الانقلاب لوصول فلان إلى الحكم. هذه هي النظريات الثلاثة التي تحاكي أصل نشأة الدولة. طبعا هذه النظريات تعرضت لانتقادات وانتقادات شديدة. أولى هذه الانتقادات أنها غير عقلانية، لا يتقبلها العقل البشري، نظريات تبرر سلطة الحاكم، تبرر استبداد الحاكم، مغايرة للحقيقة إلى آخره. اليوم رح نحاول طالما عندنا بعد شوية وقت أن نتكلم عن النظريات التعاقدية. تفضل. شوي 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 على كيفك وشوي صوت عالي يكون. قبل أن نتحدث عن ذلك، طبعا النظريات التعاقدية حتى نعطي شوي فكرة عنها، هي نظريات مهمة جدا، من المواضيع الأساسية في دراستنا، تقوم على فكرة العقد. قبل أن نتحدث عن مضمون هذه النظريات، تقوم على فكرة العقد، أن هناك عقد تم بين طرفين أو أكثر. فكرة سريعة عن العقد. العقد هو اتفاق ما بين طرفين أو أكثر يقوم على الرضاء، بموجبه يقدم الطرف الأول التزامات معينة ويحصل على حقوق معينة، في المقابل الطرف الآخر يعطي التزامات معينة، يقدم التزامات معينة ويحصل على حقوق معينة. إذن هناك التزامات وهناك حقوق، والتزامات الطرف الأول هي حقوق للطرف الثاني، والتزامات الطرف الثاني هي حقوق للطرف الأول. إذن على كلا الطرفين التزامات معينة وحقوق معينة، وله حقوق معينة. سوف ندرس هذه النظريات. هذه النظريات أيضا كانت قديمة وقديمة جدا، ولكن أحياها بعض الفقهاء، وهم ثلاثة. نحن سوف نقوم بدراسة نظرياتهم أو رؤيتهم للنظرية التعاقدية. هم على التوالي هوبس وجون لوك وجون جاك روسو. نظرية العقد الاجتماعي عند توماس هوبس. هذا الرجل يرى أن أصل نشأة الدولة إنما تعود إلى فكرة العقد، وهو لديه تصور معين عن حالة الإنسان، كيف كانت قبل العقد، ومن هم أطراف هذا العقد، وما كان مضمون هذا العقد ونتائجه. أولا، بالنسبة لحياة الإنسان قبل هذا العقد، أو ما يسمى بالحياة الفطرية للإنسان، كانت تقوم إذن الإنسان كان يعيش قبل مرحلة الدولة في نوع من الصراع، نوع من الاعتداء، كانوا الناس يعتدون على بعضهم البعض، لا توجد حماية لهذا الإنسان. هذا الإنسان يعيش فيما يسمى قانون الغاب، الناس تجتاح بعضها، تعتدي على بعضها البعض. أراد الإنسان أن يتخلص من ذلك، فأنشأ الدولة المنظمة بقوانينها وأنظمتها العامة ليتخلص من تلك الحياة ويعيش في حياة آمنة وسليمة. أطراف هذا العقد، بحسب هوبس، أن أطراف هذا العقد هم أفراد وأبناء المجتمع. هؤلاء أبناء هذا المجتمع، هدوء شوي، أبناء هذا المجتمع تعاقدوا فيما بينهم. رح نكمل، رح نتحدث عن هذا الموضوع في إنشاء دولة معينة.
باستثناء شخص واحد وهو الحاكم. الحاكم ظل أجنبيا عن هذا العقد، هو لم يتعاقد معهم. الالتزامات فرضت، على من تفرض الالتزامات عادة؟ على أطراف العقد. أطراف العقد هم المجتمع أو أبناء هذا المجتمع. الحاكم لم يتعاقد وبالتالي ليس لديه أي التزام، الالتزام فقط من طرف الشعب. مضمون هذا العقد، في مضمون هذا العقد أن الناس أو الأفراد قد تخلوا بطريقة كاملة عن كافة حقوقهم لصالح الحاكم وتنازل عن هذه الحقوق مثل الدفاع عن النفس إلى آخره، وعلى الحاكم يعني أن يقدم لهم الأمن والأمان والنظام العام. إذن الالتزامات تقع على الناس، التزامهم في تقديم كافة حقوقهم وحرياتهم لصالح الحاكم. الحاكم ما هي التزامات هذا الحاكم؟ إذن قبل، هل هناك التزام على الحاكم؟ إذن الحاكم هو أجنبيا عن العقد، هو لم يوقع هذا العقد، لم يكن أحد أطراف هذا العقد، وبالتالي بقى أجنبيا عن هذا العقد، وبالتالي لا يوجد عليه أي التزامات. يحق له أن يستبد، يحق له أن يظلم، يحق له أن يفعل ما يريده. نتيجة ذلك ماذا حصل؟ نشأت هناك دولة، الناس يتعرضون للظلم والاستبداد، ولكن بحسب هوبس أن الناس يفضلون هذا الحكم الاستبدادي وهذا الظلم على أن يعيشوا في الحياة الأولية التي كانت تسودها الفوضى، يعني أن يعيشوا في نظام ولو كان النظام مستبدا أفضل لهم من أن يعيشوا في ماذا؟ في حياة تسودها شريعة الغاب. في حقيقة الأمر هوبس أراد من هذه النظرية ومن هذا الاجتهاد أن يبرر السلطان المطلق للحاكم وأن يبرر وجود الدولة الاستبدادية. هناك نظرية أخرى تسمى نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك. جون لوك على عكس هوبس لم يتصور وجود الإنسان في حالة من الصراع ومن القتال ومن الانتهاكات، بل يرى أن الإنسان كان يعيش بسلام وكان يؤمن بقوانين الطبيعة، وكانت قوانين الطبيعة هي من تسود بسيادتها على الناس. إلا أن اللجوء دائما إلى قوانين الطبيعة أمر غير مجدي وغير ملائم. الطبيعة تختلف، وهو لا يستطيع من خلال قواعد الطبيعة أن يحمي أمواله ويحمي ممتلكاته ويحمي حقوقه الأساسية. لذلك قرر هذا الإنسان أن يدخل في عقد معين تنشأ من خلاله الدولة ذات السيادة وذات النظام. من هم أطراف العقد بحسب جون لوك؟ أطراف العقد هما طرفين، الشعب وأفراد المجتمع هم الطرف الأول، وأما الحاكم فهو الطرف الثاني. إذن الالتزامات على من تقع؟ تقع على طرفين، الحاكم عليه التزامات والمواطنين عليهم التزامات. سوف نتكلم أخيرا فقط عن مضمون هذا العقد ونترك الباقي للمحاضرة القادمة. مضمون هذا العقد، يرى لوك جون لوك بأن على مضمون هذا العقد نتجت أو قامت الدولة، يقع هناك التزام على الناس بأن يسلموا كامل أو جزء كبير من حريتهم ومن حقوقهم الأساسية أن يتنازلوا عنها لصالح الحاكم، مقابل ذلك الحاكم عليه أن يلتزم بحمايتهم وتأمين أمنهم. عندما يقوم الحاكم بذلك يكون التزام عليه. الناس إذا أحد منهم قد خرق القوانين الأساسية، قوانين التي يفرضها الحاكم، عندها قد أخلوا بالتزاماتهم ويحق للحاكم أن يكون مستبدا معهم وأن يفرض عليهم الجزية والجزاء. أما إذا الحاكم قد استبد بنظامه، يكون في هذه الحالة قد أخلى بالالتزامات المفروضة عليه، عندها يحق للناس أن يتخلوا عن هذه الالتزامات وبالتالي أن ينقلبوا على هذا الحاكم أو أن لا يعطوه الطاعة والولاء. سوف ننتهي الآن، انتهينا، سوف نترك الباقي من النظريات إلى المحاضرة القادمة ونقف في هذه الفكرة وهذا الموضوع. شكرا.